حسان مطرب عدن ولا في الشيخ عثمان هيضتنا صوت الطائرات المغرد حد من سافر وحد من رحلته جا معود شلني يا دري ولق مع جود وحسان حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان. طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، من هنا من مدينة عدن، من مدينة أسرت قلوب الزائرين، جئناكم بحلقة جديدة من برنامج هنا عدن، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم في برنامجكم هنا عدن وفي فقرة مهرة عدنية. اليوم نتكلم على صناعة جميلة جدا الكل يحبها، من أولاد وبنات وصغار وحتى كبار. في هذه الحلقة أطلب من البنات يجهزوا القلم والورقة ويتابعوا خطوات هذه الصناعة. اليوم نتكلم على صناعة الأيس كريم، طبعا مع ضيفتي عفاف أم صالح. أهلا عفاف. أهلا. عفاف كلمينا على مكونات الأيس كريم. الأيس كريم اللي بصلحاني طبعا أيس كريم أبو روتي، لكن إحنا بنتكلم قبل كل شيء كيف يعني ظهر هذا أيس كريم أبو روتي. هو كان طبعا عندنا في الحارة هو بابا شرف اللي كان يبيعه في الثمانينات، ولكن اكتشف يعني أكثر انتشرت هذه الظاهرة داخل عدن في الثمانينات والتسعينات بشكل كبير جدا. ولكن هذه النكهة سكريم بروتي لأشكال والوان، كل واحد على حسب الذوق، على حسب ليش النكهة الذي يحبه. وهي عبارة عن إيش؟ عن حليب وروتي وسكر وماء والنكهة التي تريدها. حد يحب الفراولة، حد يحب النكهة بالفانيليا، حد يحب الفاكهة بالموز، يعني كل واحد له رغبته الخاصة. أول حاجة نجيب هذا الروتي، يكون هذا الروتي طبعا يعني قبل بعض بيحبش إنه ماش معه فرن داخل البيت، قد يكون هذا الروتي نحطه في نخبيهم مثلا داخل الفرن داخل الكبات من في مكان ما يحاولش إنه إيش يتعرض ليش للتلوث. بعد ما يبس يكون يابس كثير نعمل له إيش عملية الدق، نطحنه على شكل دقيق، يكون هذا الروتي شكل دقيق. بعد ذلك أول حاجة نجيب نحن حقنا ليش الوعاء اللي نحط فيه بس سكر، نكون بس السكر لازم نعمل له عملية التحمير يكون لون البني. بعد ذلك نصب الماء والحليب إلى أن نعمل عملية الغليان ونضع فيه الروتي. بعد ذلك نحط النكهة، هو نفسه إذا كان هذا اللون بلون ليش الفراولة، لكن البعض لا ما يحبش اللون الفراولة، قد يكون يحب اللون إيش يكون بالشوكولاتة اللي يصبح اللون ليش المعروف اللون البني. أيوه. لكن هذا السكريم له أشكال وألوان مختلفة، قد يكون سكريم أبو عودي، قد سكريم يكون بالقلص، قد يكون السكريم هذا أبو شعلة، قد يكون السكريم بالصحن أو بكيس حتى أو بالكيس اللي نحن الآن ندوره. برضو هالأطفال اللي نلاحظهم بالشوارع السكريم معاني عادي، مش ضروري أبو روتي، يعملونه ماء وسكر وسباق وأي نكهة ويأكلونه. تعرف الآن الجو حار والكل الكبير والصغير يأكل هذا، فهذا الروتي السكريم هذا أبو روتي يعني مش انه بس خلاص اني دي طريقتي، في بعض كل واحد على حسب ايش طريقته، قد بيكون ايش مثلا يعني بدون الروتي ما يحبش الروتي، البعض بيقول لك ما يحبش النكهه، البعض ما يحب ايش كمان انه مشيش يجيب مثلا الروتي مثلا بيجيب بداله مانجا، البعض بيجيب بداله انواع يعني انواع كثيره، والذي يحب على حسب الرغبه. بالنسبه للسكريم ابو روتي ايش التي يميزه يعني بوجود الروتي؟ ايوه سمي روتي لانه وجود الروتي، سمي شوكولاته لانه وجود شوكولاته، فراوله لانه فراوله. يمكن يكون في حاجه تميزه مثلا زياده القط، كلما زادت النكهه كلما اعطت ايش نكهه احلى، بس عكس الفانيليا لما تزيد تعطي ايش شراره في اللسان فقط، اما هذه النكهه اللي تكون على شكل سائل عادي لو زادت مش مشكله، ما فيش يعني اي ضرر. بالضبط. كيف تحضري السكريم يعني؟ هل بشولة أو أنه بالخلاطة تعمل؟ لا طبعا أكيد على النار، بعد خلاص يكون يعني شكل بارد، بعدين نوضعه بالثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين ويرجع إيش بالشكل اللون يعني يكون بارد. في أنواع للسكريم تعمليه على يستغنوا عن الخلاطة؟ في أنواع أنواع في سكريم اللي تعمله على الخلاطة، بس حتى لو عندنا منها بالخلاطة تمام، يحتاج برضه ايش بعدين هو خلط، بعضهم يجيبوا ايش هذه اللي الان موجوده، بدل ما يجيب الروتي نجيب بداله البيدنج الذي يكون جاهز. أيوة. نوضع فيه به بعمل عمليه الخلط، ماء وحليب والنكهه والبيدنج نحطها على الخلاطه بشكل تمام. واللي بعضهم يحبوا ايش يقول لك بحط شويه شوكولاته معلقه ونص معلقه شوكولاته يخلط مع بعض ويحط على الفريزر، برضه يعني اختصار كل واحد على طريقته الخاصه والذي يحب فيها. صح.
طيب كم ياخذ منك وقت ام صالح في تقريبا حتى العشر دقائق؟ بسرعه. ايوه عدل، لو كان على الخلاطه ما تحتاج حتى الدقيقتين، كل تصبي المكونات كامل بالخلاط، تعمل عمليه الخلط وتحط على وعاء ويضع داخل الفريزر، مش اي مشكله. طيب ممكن تستغني عن الحليب البودر وتبدليه بحليب سائل؟ طبعا البعض يحب، البعض يقول البودر يخلي البودر كل ما البودر هو يخلي ايش الحاجه اللي طعم عكس السائل، السائل لا، البودرة تعطي ايش اللون يعني الطعم الرزين، تخلي النكهة جميلة جدا افضل من السائل. ايش ممكن يعرقل السكريم؟ بعضهم ايش لو زاد كمية الروتي يرجع شكله متماسك كبير جدا، ما تلقش انه يفتح، كلما قلت كمية الروتي كلما كان ايش خفيف ولونكها وطعم افضل. طيب الروتي تطحني، قلتي تطحني بايش تطحني؟ مش طحن، بالملكد اللي ندقبها نحن بعد حق زمان الذي كنا زي التومة يعني. أيوة نلكد فيه إلى أن يصبح، بعضهم لا معهم هذه الخلاطة الآن الصغيرة اللي تخلط فيه، نكسر على شكل أقرام صغيرة يوضع داخل الخلاطة وتعمل عملية الخلط. خلاص وجهز السكريم إذا كانت الكهرباء شغالة. أكيد بهذا الوضع هو يأخذ بعدين الشكل السائل، نحن نسميه سكريم العائلة يعني، بشكل متلين برد حجر. لا 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 يكون متلاين. لما يكون حجر ليش؟ بسبب زيادة الماء. الماء لما يزيد على أي سكريم يرجع شكله البرد زي التلج هذا. لكن لو كانت كمية اللبن أكثر لا يمكن يكون برد. يعني كلما زادت كمية اللبن كلما كان أفضل بالسكريم. يعني مش ضروري يكون مثلا كوب ثلاثة كوب، أي لازم يضاف كمية اللبن تكون كمية كبيرة. شكرا لك أم صالح على شرحك لنا بصناعة السكريم. كمان مشاهدينا أكيد سجلتوا كلمة بكلمة خطوة بخطوة لصناعة السكريم، لا تروحوش بعيد، ابقوا معنا بتعمل لنا أم صالح نموذج. أهلا مشاهدينا، أم صالح حضرت لنا سكريم أبو روتي، هو شبه محضر بس هي بتشرح لنا أكثر تفاصيل هذا التحضير. أم صالح أشرحي لنا كيف حضرتي السكريم. حضرنا الوعاء، حضرنا فيه سكر والسكر عملنا له عملية الإحراق حتى أصبح اللون البني، ثم أضفنا الحليب حتى عملية الغليان، بعد ذلك نضيف الروتي ما يبدأ شوية يجمد، نغلق على في النار ثم يصب في قلاصات ويضع في داخل الثلاجة. خلاص وهذا الروتي المطبوخ ما تحطيش عليه؟ خلاص بعد ما يكون على النار نضع فيه عشان تصبح يجمد شوية، الآن هو شوية فيه خفيف، بيكون بعد دقيقة بعد يكون بعد أثناء عملية الغليان يجمد شوية يصبح جامد، يوضع على قلاصات ثم يوضع داخل الفريزر. يعني الآن هو جاهز بس تحطيه على قلاصات أو أكياس وتحطيه في الثلاجة. خلاص ويعتمد على هذا الخليط فقط. فقط على حسب النكهة، إذا حد يحب النكهة يحط فيها النكهة، ما فيش خلاص. أنت حطيتي نكهة هنا؟ حطيت نكهة الفراولة. ها حلو حلو جميل. شكرا لك، شكرا أم صالح، ألف شكر على تحضيرك السكريم أبو روتي. هذا مبلغ مالي مقدم من قناة يمن شباب، مكافأة لك مرة ثانية، شكرا لك. شكرا مشاهدينا، أم صالح حضرت لنا السكريم أبو روتي، بس أنا قبل ما أخذكم إلى شريب من السكريم إلى الشاهي أقول أحد أي حد فاته من هذه الخطوات ممكن متابعة الحلقة مرة ثانية على اليوتيوب. يلا نروح نشوف رأي طه وفي فقرة شاهي عدل.